المحافظة بالحفاظ على التراث والمشغولات اليدوية والنوبية من اندثار، تقدم الجامعات الأهلية النوبية العديد من البرامج والدورات التدريبية للبنات والسيدات، وذلك لتعليمهن أصول تلك الحرف وفتح أسواق جديدة لتسويق تلك المنتجات اليدوية. تفاصيل وفاء مع زميل أشرف عباس. لنشر التسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، تقوم الدولة المصرية بدعم منصة أيادي مصر والحات عرض المنتجات اليدوية والتراثية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. بنعمل طواجي النوبة وزمزميات بالخرز وزمزميات بالخيط الصوف بنعملوها، والطواجي بالصوف برضو بنعملوها، والخرز بنعمله خرز النوبة لمشغولاتنا دي، والميداليات بالخرز بنعمله، هذا شغلتنا، والجفاف برضو بنعملوه بالخوص والأطباق بالخوص وبنمشي على كانت حاجة زمان الستات الكبيرة بيعملوها، فالكبار دول بيسلموا جيل على جيل، واحنا مش عايزين نخلي التراث بتاعنا يروح مننا. والله احنا بنشتغل طواجي برانيت خرز وكده يعني، بس الترابيزه ضيقه، عايزين محلات كده يعني، ايه محل نفرش فيه كويس كده ونعرض الحاجات بتاعنا وكده المنتجات بتاعنا. والله احنا كنا في الاول بنفرش بره في عند المتحف، وبقالنا كام يوم دلوقتي دخلنا هنا اشتركنا في المعرض، بس الترابيزات صغيره يعني مش شايله الحاجه، مش شايله المنتجات بتاعتها. يا ريت كان زي عند عاملينه زي عند المحطه ده، يعملوها لنا بره مثلا ببصمير وكده، فنعلق العقاد وكده يعني. يجوا هنا بيشتروا الاطفال والكبار بيشتروا، بس هنا ترابيزات ضيقه، احنا كنا قاعدين بره في الشمس والعقاد والحاجات كله باظت مننا، عايزين سياده الرئيس المحافظ يعمل لنا كوشاك بره او ترابيزات ونقعد عليها. كلمني عن بقى المشغولات اللي بتشتغليها وازاي تعلمتيها من الجده ولا من الام ولا من اماتنا؟ تعلمناها طواقي وخرز وشنط وحاجات كثيره بنعملها يعني. من بدري شغاله في من بدري شغالين طواقي وبرانيت وكله وخرز وكل حاجه، ايوه تطريز كل حاجه، كل صنعه في ايدنا يعني، احنا النوبيين كله، بس مش بس انا يعني، احنا بنعمله على ايدنا. ايه اهم المنتجات اللي بتتباع بسرعه عندك؟ بسرعه الزمزميات والطواقي، بس بسرعه زلزلات والشنط. هذا وتقوم محافظه اسوان بدعم عمليه تسويق المنتجات اليدويه التراثيه النوبيه والاسوانيه، وذلك في السوق السياحي بمدينه اسوان، مع الاستمرار في الاشتراك في المعارض التي تقام على مستوى الجمهوريه. معرض ايادي مصر للحرفه التراثيه واليدويه النوبيه يهدف الى تسويق هذه المنتجات في الاسواق المصريه والاسوانيه. كان معكم من مدينه اسوان اشرف عباس، القناه الثامنه.